انت غتروحي يمك تخطب لك يا زهير؟ والله العظيم لا تسول عندي ما كنت تسول دابا انت جبتي راسك صداع، كناتي قريب قريب ان هاني شاء الله انا كل شيء في يد الله كل شيء في يد الله تخلعتي عجب تخلع مع ورا الزواج راه بخير انا باقي صغير باقي باقي شويه باقي شويه باقي شويه اول حاجه مرحبا بيا في تطوان مرحبا بك شكرا وليلى زعما كنت كنقول خصني نمشي لتطوان خصني نمشي لتطوان لقيت زهير جابني لتطوان والله العظيم نورتينا مرحبا بك في اي وقت اذا زهير مبروك عليك شانسون جديده الله يبارك فيك غزاله اغنيه مخدوم عليها يعني باين عليك كنتي كتجري ضروري ضربنا تمر زهير اغنيه صورتيها ماشي بلاصه وحده حيت بانوا لنا بزاف البلايص في المغرب في بلادنا اللي زوينين اللي فريمون بينت الجماليه ديال بلادنا سي سي صورت في مكناس سي سي كيطال يعني تو صورت في مكناس وفاس ومرزوقه ومراكش بزاف بلايص صراحه دابا راه خصك دير شي اغنيه اخرى تكمل المده كامله باش ما تخلقوش عليك والله العظيم ما كاينش ولا فيهم الحال دابا قلت لي اكادير قلت لي واش قلت شي فاس قلت لي ياك ناظر شوف كمل سير طلع مازال وهبط عاود ثاني وكمل بزاف رباط طنجة بزاف ما جبتهمش ولكن ديسك لي جي ان شاء الله ولكن واحد حاجة الاغنية دابا روحي روحي يا يما روحي خطبي لي امتى غتروحي يمك تخطب لك يا زهير والله العظيم لا تسول عندي ما كنت تسول دابا انت جبتي راسك صداع كناتي هاني ان شاء الله كل شيء في يد الله تخلعتي عجب تخلع مع ورا الزواج راه بخير انا باقي صغير باقي شويه باقي شويه باقي شويه كي خصها تكون هاد السيده هادي اللي غتزوج بها بحالنا بحالها درويشه اه ماشي الفيزيك حد الفيزيك ما غاديش نقول لك ولكن حاجة اللي... شي حاجه كتقلب عليها وما لقيتهاش حتى لدابا زهير لا انا الصراحه ما كنقلبش زعما النيشان باش ما لقيتش كنت كتقلب زعما زعما شي حاجه اللي باغيها في المراه مازال ما تلاقيتيش بشي وحده مثلا بسم الله ما عندي زعما شي من غير انها تكون بنت الناس وصافي وتقاف معايا وصافي والله ما تكونش مغنيه فهمتي شوف انا الصراحه ما عندكش مشكل الناس عارفه بزاف ديال الحاجات لا ماشي ما عنديش مشكل بالعكس ما تكونش مغنيه انا بغيت تكون في داري وصافي واه هادي المهم تكون في داري هذا هو المهم غنرجعوا لزهير لي ديو ديالك تبارك الله الجزيره الكوع عليه الناجحين الحمد لله كتحطي يدك مع شي فنان ربي كيجيب التيسير الحمد لله الحمد لله وكاين شنو اقرب ديو لقلبك زهير راه جاب لك الصداع ياك عندي صراحه بزاف ديال الاغاني عزاز عليا اخر ديو درتي بيته هو مع هند تبارك الله غزال فولو اغنيه زوينه بزاف ودرتو صورتها في كوت ديفوار بحال كنتو حاسين داكشي اللي غيوقع ديفوار هكا حماقوا علينا دابا على المغاربه وفي البلاصه سبحان الله اللي مشيت اللي صورنا فيها بزاف ديال الناس مشاو زاروا ديك البلاصه شنو صابر شاوني مشا كيقلب فيه صورتو صراحه انا عندي تقريبا يمكن شي ثلاثه ديال لي ديو يمكن اللي عندي وعزاز عليه بزاف عندي حبك انت مع كارمان والوجه الثاني مع سعد وهذا فولو مع هند صراحه زعما كلهم عندي والله العظيم كلهم عزاز عليا حيت كل اغنيه كتعني لي شي حاجه نقول لك واحد الحاجه انا كنت حضرت الكونسير ديالك في كازا ياك في الصيف كان يومين قبل عيد ميلادي وكان من بين احسن الكادوات ديال زهير درتي كادو بلا ما تعبت والله العظيم محبوبي فريمون اللي عجبني زهير هذاك النهار ودايوغ انا درت ستوري وطاقيتك سكو كتاش هو حنا عارفين ولكن عاوتاني فاش كتحضر الكونسير حاجه اخرى فين ما كديش اغنيه كتقول هذه ايت عام معروفه هذه توت لي شانسون ديالك تبارك الله الحمد لله سو دي ايت زوينين ما بين الرومانسي ما بين اللي كيبكيك وما بين اللي كيضحكك وما بين اللي والله العظيم انت الحمد لله انا ما كنتش شفت لا ستوري ديالك عجبتني بزاف حيت تطرقتي لهذا الموضوع يعني انا تقريبا نديره اكثر من 10 سنين ولا 12 سنه وانا في الدومين تبارك الله صافي زفيت جرات 12 عام وكثار حيت انا تقريبا يمكن 2012 2000 انا ديجا اصلا زعما هادشي كنت فيه قبل حيت كان عندي استوديو كنت كندير الميكساج الناس وكنحاول نخربط كنحاول ندير جهدي في هادشي في الاول ولكن باش بديت لا كارير ديالي بروفيسيونيل تقريبا يمكن شي 2013 ولا 2014 وباش تلونسيتي في لا كارير ديالك شكون اللي غتشكر مثلا انت باش زهير صافي بدا في الاول وكتشكر الصراحه انا واحد الانسان واضح بزاف انا الوالد ديالي ما يمكنش يحضره معايا ديال التمره ووقف معايا بزاف هو الواحد هو اللي زعما اللي عاونني واحد شي حاجه اللي ما يمكنش انا ديجا من عنده تعلمت يعني
الموسيقى، تعلمت انني كيفاش نركب جمل موسيقية، كيفاش نعزف، كيفاش هذا، بزاف د الحاجات. الوالد ديالي توفى دوك اول مساند ليك غتقول هو مساند الرسمي هو الوالد الصراحة. دابا شنو المشاريع ديالكم من وراء اغنية روحي روحي؟ صراحة شوف ما نكذبش عليك، كان عندي فكرة ديال ألبوم ومازال عندنا إن شاء الله، حيت عندي بزاف ديال الأغاني وجدتي، ولكن باقي ما وهذه الفكرة تاع ألبوم كتشوف أنها صحية للفنان ولا لا؟ صحية وماشي صحية في نفس الوقت، ولكن ممكن أنك تخدم على ألبوم تحطه مثلا طريفات، مثلا في كل شهر مثلا تحط أغنية للناس وكذا وكذا، ولكن أنا كنحاول أنني ناخذ وقتي باش نحاول نعطي الناس شي حاجة اللي تكون واعرة. داكوغ، ان شاء الله كنتمنى التوفيق ان شاء إن الله شاء في الله هذا الالبوم. زهير، كي داير الفيدباك والاصداء دابا على اغنيه روحي؟ كتبع واش انت من النوع اللي كتدخل اليوتيوب كتشوف لي كومونتير، انستغرام كتشوف لي كومونتير كتقلب، ولا كتقول كتشوف غير مثلا الرقم ديال لي فيو؟ لا، شوف الصراحه انا كنشوف هادشي كتشوف لي كومونتير، خصوصا ملي كتكون عندي الايامات ديال انا واحد الانسان ماشي مبلي بالتليفون نهائيا، بصح ما عندكش مع التليفون نهائيا ماشي مبلي بالتليفون، حتى الدراري صحابي كيقولوا لي ما يمكنش تكون عندنا احنا هاد الارقام كلهم وما ندخلوش ونبقاو نشوفو. انا سبحان الله هكاك انا، ولكن ملي كتكون عندي مثلا اغنيه ولا شي حاجه ضروري خصك تتبع، تعرف الناس كيفاش. دوك كتقرا لي كومونتير تاع يوتيوب؟ كتقرا كنقرا ماشي كامل، ولكن كنقرا كتقرا خصوصا ديك الايامات الاوليه كنقرا وكنتبع. فالفيدباك صراحه زعما في الاول انا قلت لك انا واضح بزاف، انا الاغاني ديالي شويه في الاول كيفاجئوا الناس غراب. سي بوغ سا كنشوف دي كومونتير اللي كيكونوا غرابين في الاول، ولكن دابا ملي ترجع لي كومونتير غتلقى في الاول جاتني غريبه، ولكن دابا زوين. فانا كنفرح ملي كنشوف هادشي هذا، حيت كنحاول انني نعطي شي حاجه جديده فعليها ممكن، حيت وقعت لي بزاف ديال الاغاني فعليها ممكن كتجيهم شي حاجه جديده، ولكن انا مأكد بانني كنحاول نلقي مزيان ونختار مزيان داكشي اللي غادي نعطيه للبيبليك ديالي. الصراحه زعما اوكي اشرح لي المنظور. المنظور انا كنخدم فيها في ستوريات ولكن ما فهمتش شنو هي المنظور. المنظور المنظور حاجه منظوره، هو المنظور سالف المنظور. اها الله زعما شوف الرقي. والصراحه زعما الديسك كيدوي على جمال المراه المغربيه. اها وغنطوره بحال كتدورنا على بلادنا، على الجمال ديال سيصة. بلادنا ماشي غير كل كل حاجه من يعني الزين تطواني، القلب كازاوي، العيون من بوجدور، هادشي اللي بغى راه بغى دابا هو بغى الزين سيصة. يعني بغيت واحد بغيتي الزين الكناسي الشعر الفاسي سالف المنظور. المنظور كيف كيما من الناظور، حتى انا الام ديالي من الناظور، وبغيتها في الاخر تكون من الناظور. فين باش نلقاو هاد العايله؟ فين غنلقاو هاد العايله زهير؟ شنو الحاجه اللي في ماماك تبغي تكون في الزوجه ديالك زهير؟ الوالده حادقه تبارك الله، بغيتها تكون حادقه بحال الوالده. والوالده طيبه وواعره بزاف تبارك الله عليها، طيب وواعر بزاف، انت راه حتى العائله راه كيبقاو يلصقوا فيها طيبين ديما. دوك هذه حاجه من الوالده ديالك خصها تكون في مراتك. حاجه اخرى، الوالده صباره صباح صراحة زعما الناس ديال شحال هادي تقريبا كلهم هكاك، يعني والدينا تبارك الله عليهم ما يمكنش الصبر اللي عندهم حنا ما نوصلولهمش في هادشي. دوك خصها تكون صبارة وحادك كطيب مزيان مزيان لا توفروا هاد الجوج هادو صافي. بارك يقول لي صافي تبارك الله. كلشي كيسول واحد السؤال غنسول لك شخصي، بغيتي تجاوب جاوب، ما بغيتيش ماشي مشكلة. لا ترانكيل. هي صديقة ولا ماشي؟ لا صديقة. صديقة فقط. خديني صغرى صافي، دابا نبقاو نعاود نسول هاد السؤال ما بينك وبين هي حتى شي حاجة. صديقة ديالي صافي صافي صافي، ما نبقاوش نعاود هاد السؤال نطرحو. شوفوا مع الشيطان مع الشيطان. هاي تحية كبيرة للفنانة ديالنا هي الغزالة. أنا رجع دابا الكليب ديالك فولو، من بين الكليبات الناجحة وديو ناجح غزال فريمون في غود فايبس، كتحس براسك ناشط وانت كتسمعو، واخا هي حيدات لك فولو ولكن واخا حنا ناشطين معاكم براسك انت حيدات لك فولو حنا ناشطين. مات صورتوها في الكوت ديفوار. في الكوت ديفوار سبحان الله العظيم، كان بحال كنتو حاسين عارفين شنو غيوقع. والله حتى انا عندي صحابي بزاف في الكوت ديفوار صراحة، كاين الناس اللي وقفوا معانا تما، فانا كنت باغي نبدل بلاصه، نشوف شي بلاصه اللي تكون تروبيكال فهمتي بلايص فين تصور. ففكرت انا نمشي لافريقيا، حيت انا ديجا مشيت لافريقيا وعجبتني الصراحه، زعما عجبتني بزاف، حيت داكشي باقي على الطبيعه فهمتي. ومشينا وقلت لهم هذه الفكره هذه وعجباتهم،
والناس دابا فاش كانوا في لاكوب داخل كيمشيو للبلاصه فين صورتو كيتصوروا فيها الحصه برشاوني مثلا يعني. بزاف والله العظيم بزاف مشاو تما ديك البلاصه وصوره وصيفطوا عليك يقولوا لي انا دوك هي موعد وزنا تما لا ولا فيغيتي شكرا بزاف لي زيفواريان على الحب ديالهم كنضربنا تماما بصح ولكن قلتي فاش في السما عاونوكم الناس ديال لي زيفواريان يعني دوك حبهم من قبل الله يعمرها ضربت الناس سبحان الله ديك الشعب الله يعمرها داكو تحيه لي زيفواريان كاملين اللي كيسمعوا لينا او فو زام او با موغيغ سبحان الله الزبير او با موغيغ الكره تفرشتي في كوب دافريك افريك تفرشتي في الماتش الاخر شنو اللحظه بالضبط فقدتي فاش قال حكيمي ولا فاش ماركا الثاني ولا فاش ماركا الاول انت بالضبط زهير صافي صراحه هذا الماتش صعيب بزاف والله العظيم زعما انا حيت انا ما كاينش حاجه اللي كتعصبني قد الكره قد الكره خصوصا المنتخب زعما فاش كيكون لاعب فهمتي كنبغيه هو وكان فهمتي كتبقى فينا ديك البانديره فهمتيني البانديره هي الرايه الرايه البانديره راه كنتعلم كلمات كتبقى فينا زعما الصراحه والله العظيم ولكن الكره هي هادي والدراري عملوا جهد كانوا شويه ديال الاخطاء كانوا ماشي شويه كانوا بزاف ديال الاخطاء ولكن الكره هي هادي كانوا بزاف ديال اللعابه الصراحه ما كانوش خصهم يلعبوا بحال انا بالنسبه لي امين حارس كان خصو يبدا اول حاجه بالنسبه لي هذاك لاعب كبير كان خصو يكون حاضر فهمتيني كان خصو يكون حاضر من الاول ديال الماتش حيت غير كيدخل كيقلب اللعب صراحه هذيك زياش وبوفال زعما خلاو بلاصتهم خلاو بلاصتهم بزاف كوايري هاد الفرق شكون اللي عصبك في اللعابه ديال المنتخب شكون اكثر واحد خواتنا هما كاملين صحابي الصراحه كلهم صحابي شكون اللي صاحبك في الدراري كلهم صحاب والله كلهم كصحاب كلهم ابونين عندي وابوني عندهم كنت هاودو وكنتناقشو بزاف وكيباركو لي بزاف ديال الحاجات حتى انا كنبارك ليهم المهم داروا جهدهم بقاو فينا الصراحه وتعصبنا هذيك الليله راه كنت مريح انا غير قال حكيم وانا مشيت صافي تخسرت اي وشوف والله العظيم زعما باش تعرف لانها كما كنقولوا حنا قاف علاش اللي لعب جرون ماتش هو اللي سجل بيناتي لعب ماتش كبير بزاف بقات ليه في ظهرو بحال هو اللي خسرنا هو بالعكس خرج ماتش كبير بزاف لا بيان سو مابقاش في ظهرو بالعكس حنايا عارف لانه اللعبة ديالنا لعبة كبيرة ولكن الزمان كيعقل على ديك اللعيب ما كنتش كنتسنى منهم واحد الحاجة خلينا باختيارات وديك الشيء كيبقى راه مدرب كبير وعارف شغله واش كيدير حنا غير كنا غير متفرجين كنعطيو الرأي ديالنا يعني حنا كشعب مغربي والشارع المغربي كنعطيو الرأي ديالنا غير هو حاجة ديال دقيقة 60 ماركاو علينا الجول حسينا بحال تسالات الدنيا الكريماس ديال المدرب ديال اللعابة بحال صافي يعني حتى هو كان عنده داك الانطباع ديال اننا ما كنقدروش نرجعوا في اي ماتش كنبداو خسائر ما كنقدروش فهمتي يعني حتى انا حسيت بانه ما يمكنش صح راه مازال برشلونة في دقيقة 86 ماركاو ثلاثة الجول على باريس سان جيرمان وداز كره راه خصها هي داك الشغف والمراد الدراري حتى المنتخب ديالنا براسنا حنا في 2004 في كاس الافريق في الجزائر رجعنا في رجعنا واحد رجعه صراحه شوف صراحه ابر اختيارات وكل شيء كان بيدينا نرجعوا كل شيء غير شويه ديال المورال وداك الشيء كان شويه الدراري تهزت واحد الهزه غريبه انا كنحس بهم بحال ما عرفش شنو واقع بالعكس حنا مثلا انا في الدومين ديالي النهار اللي كنكون طالع لاصين راه كنكون الساعه ملي كنكون مثلا ربع ساعه قبل كنكون مخلوع اون فوا كندخل لاصين صافي انا واحد الانسان برو فهادشي كنحاول انني ندير الحاجه ديال فهمت كندير لاباس كديزاكتيفي داك لا وكنسهل على راسي كندير الحاجه بازيك يعني كيفاش خصها تكون ما كنديرش جوايد بزاف حنا ديك النهار صراحه ما كانش داكشي كاين لعابه اللي كانوا رجال بزاف ما يمكنش زعما الصراحه برافو ليهم تبارك الله 2025 على الله يكون خير ان شاء الله كله كنستو 2025 اخر اسئله غنطرحها لك بهاوي غتقولي اه ولا لا اه مرحبا زهر بهاوي عمر عيط لك شي فنان وانت شفتي لابيل ديالو قطعتي عليه ما بغيتيش تجاوبو فنان ولا فنان عمر شي فنان ولا فنان قالوا لك بغينا هاد الاغنيه وقلتي لهم لا بغينا نعرفوا شكون انا كنعجبني لا ماشي دابا هما بزاف ديال الاغاني الصراحه انا من ديك النوع اللي كنشارك الاغاني ديالي مع الناس كيعجبني سمعت انا الاراء ديال الناس فهمتيني واخا انا عارف شغلي مزيان وهذا وعارف شنو غادي نعطي للناس ولكن كيعجبني
فساعة ساعة كيقولوا لي و صافي عطي لينا هاد الاغنيه ناخذوها ولا شي لعيبه. فانا ما كنقدرش الاعزاز عيب حول هذه والله. ولكن عدت بزاف ديال اغاني الناس وشي اغاني اخرين ما عدلتهمش لشي ناس. عدلتهم راسي عمرك فاش كنتي في الدار مازال صغير عمرك هديتي شي فلوس لباباك ولا ماماك باش تخرج تلعب كره ولا الصراحه لا، الوالده كانت مسكينه كتزول والله العظيم لك كتزول كتقطع كيف ما حنا كنقولوا هذه التطواني كتقطع وتبطع يعني والله العظيم كتمنع عندك تعطيني باش انا اصلا داكشي اللي كنت كنحتاج قليل ماشي غير نلعب كره صافي 7 درهم 5 درهم. عمرك نسيتي اغنيتك في وسط لاسين؟ اه بزاف نسيتي الكلمات. نسيت راه هرب عليا اللعب كامل هرب عليا اللعب كامل والله حتى ديك ساعتك الحمد لله كيكون معايا الدراري وما كي فقدونا عمرك درتي شي اغنيه وندمتي عليها قلت هاد الاغنيه ما كانش عندي خصني نخرجها ابدا؟ لا ما ندمتي حتى شي اغنيه؟ لا بكل صراحه بكل صراحه تعرف اني انا واضح شي حاجه ما عجبتنيش نقول لك ما كانش خصني نحطها. اغاني كلهم صراحه عندي عندهم بليصه في القلب ديالي. عمرك فكرتي تعيش في مدينه اخرى من غير تطوان؟ لا هادي مستحيل نخرج انا من تطوان امبوسيبل مستحيل. كان في مثلا كنخرج خدمه خصني غير نرجع بحالي لتطوان والله ساعه ساعه ملي كنتعطل ديك شهر ولا راه كنكون غادي نطلق خصني نرجع بحالي لتطوان كنرتاح هنايا فهمتي البيئه اللي تربيت فيها الوالدين ديالي هنايا انا باقي عايش مع الوالدين ديالي جاوني فرص بزاف انني نمشي بلدان اخرين وبلايص اخرين ولكن انا ما قدرتش. عمرك خطبتي وما كملتيش حتى لاخر الزواج؟ لا لا عمرك ما خطبتي؟ لا عمرك ما ديتي الوالده ديالكم؟ لا لا باقي وصلتي حتى لهنا باقي ما وصلناش للمرحله اللي نصرخوا لكم. لا مازال الصراحه مازال غير كنقولوها وصافي باقي كتقولوها مازال ما زعمتش الصراحه. اذا زهير شكرا لك بزاف. الله يودي درنا واحد اللقاء خفيف ظريف زوين. كنتمنى نقطفك اغنيه روحي روحي. مرحبا. ولمن كتهدي الاغنيه بالضبط؟ الصراحه هذه الاغنيه كنهديها للوالدين ديالي. كنهديها كنسلك راسي في البنك نقول لي شكون الوالدين ديالي. انا نجي لك حتى مورا انا نجي لك كنسلك راسك كيخرج راسك. وكنهديها للدراري صحابي خوتي اللي وقفوا معايا في هذا الكليب حيت راه ضربنا واحد التمره كبيره بزاف. تيم كامل اللي طلع معايا كنقول له شكرا بزاف. بلال افريكان وشكرا خاوه عمر العمراني المخرج شكرا. والكيب ديالي انت عارفه رضا عادل بدر الشريف الدراري كاملين تبارك الله عليهم شكرا بزاف على الوقفه ديالهم معايا واحد واحد الدراري واش ما نسيت شي واحد. وانت شكرا بزاف المجدية ديالك. الله يهديك والله شكرا لك الله يخليك ميرسي بوكو. اي وقت مرحبا بك. ميرسي بوكو. احنا غنرجعوا انا نجيب هشام والعطاري ونجي. مرحبا بك جيب لي ديك الشتاوي ونجي. شكرا زهير الله يحفظك. شكرا.